غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. الو سلام ونعمة. سعادة القس ليس ابراهيم؟ نعم اهلا وسهلا. اسمك جميل، اسمك رائع جدا جدا، اسم لغة عربية فصحى روعة. انا بشكرك على اختيار هذا الاسم. مع حضرتك ابو مريم من امريكا سعادة القس ليس. اهلا وسهلا ابو مريم. أهلا ربك. بس انا عندي استفسار بسيط بموضوع الاسم. الاسم عجبني جدا، ليه في مثلا الكنيسة الأرثوذكسية في مصر بتختار أسماء غير عربية، أسماء يعني حتى لا تقرأ؟ عندك فكرة حتى؟ خليني أعرف مين أنت لو سمحت. نعم يا فندم. مين أبو مريم؟ حضرتك ما تعرفنيش شخصيا، أنا حضرتك يعني بتصل بيك عشان ناخد بركة، أنا بكلمك من أمريكا يعني. أنا اللي لفت نظري الوقت وأنا بكلم حضرتك اسمك الجميل جدا ده، ليف يعني اسد وابراهيم، نبي الله ابراهيم ابو الانبياء، اسم جميل يعني. فقلت استغربت يعني، قلت اسم جميل جدا، مع ان الكهنه في الكنيسه المصريه بيختاروا اسماء غريبه جدا يعني. anyway على كل حال من الاحوال، سعاده القس ليس ابراهيم، لو نفترض انت حضرتك انت طبعا اي طائفه الاول يا فندم؟ انجيلي ولا ايه؟ نعم. انت حضرتك انجيلي؟ ما اسمح لي بس، انت شفتني فين؟ شفت اسمي فين؟ ومين حضرتك؟ انا مش أيوة عارف الدخله دي. حاضر دي دخله غريبه. حاضر يا سعاده القس الفاضل. انا حضرتك اسمه اسامة عبد الله، وحضرتك انا باحث في المجال ده، وبتصل بيك على اساس نستفاد من علمك يعني. حضرتك انت تبع اي طائفه حضرتك؟ باحث في اي اساس؟ باحث في الكتاب المقدس. طيب اوكي، فبسال حضرتك يعني انا طيب خلينا اسال حضرتك دلوقتي، انت حضرتك ما انت تبع اي طائفه قلت حضرتك؟ انجيلي. انت اسمي شفته فين؟ نعم يا فندم. انت حضرتك عالم من اعلام الكنيسه، واحد عراقي قال لي لو انت عاوز تستفسر شيء في المسيحيه ابونا او سعاده القس ليس ابراهيم ممكن يساعدك. مين هذا العراقي؟ انت ما تعرفه، انت حضرتك ما تعرفوش شخص، انت ما تعرفه. يا سعاده القس بليز يعني عشان ما اي دونت وانا ويست يور تايم، عشان ما نضيعش وقت نيسا خور يعني. كيف تقنع شخص غير مسيحي بعباده انسان يقول انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمع من الله، بعباده انسان كان بياكل ويشرب، وطبعا نتيجة الأكل والشرب خروج الطعام من الجسم يعني البول والبراز، ثم توفى ثم الموت، فكيف تقنع شخص غير مسيحي بعبادة إنسان كان بيأكل ويشرب وتبرز؟ نقنعه ازاي؟ اقول لك السؤال تاني، انت عاوز جواب يعني؟ دلوقتي انت بتتكلم مع شخص ما اقدرش اقنع عليه حضرتك. ليه ما تقدرش ليه؟ ما اعرفش اقنع عليه، لان انت يعني مش راضي عليك وعلى الاسلوب وعلى الكلام. ليه انا غلطت في حضرتك؟ انا كلمتك باسلوب غير مؤدب غير محترم؟ بالعكس انا بكلمك بكل احترام، والكتاب بيقول كونوا مستعدين. طيب. الكتاب بيقول كونوا مستعدين دائما لما نسالكم عن سبب. انت تعرف ساعه ايش عندنا؟ تعرف على ساكن فين؟ ايوه الساعه عندك 11 مساء الان، ايه المشكله؟ الكتاب والكون وين ساكن؟ انا وين ساكن؟ في مدينه اي دونت نو. الكتاب والكون دائما مستعدين لان تردوا على من يطلب منكم دليل، الكتاب اللي بيقول كده. لما انت اي دونت نو، شو بعرفك عندي ساعه 11؟ يا حضره الفضل، لان انت من العراق وانت ساكن في افغانستان، ما ساكن في العراق، والساعه في العراق 11 مساء، هي دي محتاجه. تعرف انا ساكن في العراق؟ لان انت قصه عراقي.
امال انت حضرتك انت مش متابعني، مش مركز معايا. بلكي عراقي ساكن بالقمر. اهلا وسهلا بيك. انا بقول لحضرتك، في واحد اعطاني اسمك عراقي قال لي اتصل بي لو انت عندك استفسار. انت خرجت الموضوع. تعذرني لو سمحت، عندي شغل فما عندي وقتك. لان انت ما عندكش دليل. لو عندك دليل كنت قلته لي. لا لا، اقول لحضرتك كيف تقنع شخص غير مسيحي بعبادة الانسان؟ انت بتعبد انسان. افلت هسه، افلت افلت بالعراقي افلت. لا ولا فالت ولا هقول لك انجلع بالسعود، ما تنجلعش، انجلع، هرب هرب يا اخوة. في صوت يا اخوة احباء، كان معانا القس ليس ابراهيم من العراق. مع تحيات اخوانكم في غرفة الحوار الاسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلو. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، تكبير، كل تكبير، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي، الحمد لله، الحمد لله، حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا، جل قدرا، لك الحمد طوعا، لك الحمد فرضا، وثيقا عميقا سماء.